كان احسن رحنا فندق. فندق؟ فندق ايه واحنا عندنا بيتنا هنا؟ عشان شهد. لا ما تقلقش، شهد لما تشوفنا مش هتعمل حاجه. طب انا همشي. تمشي تروح فين؟ ما تبقاش بالغ بقى، وبعدين احنا لسه مطمنين على البيبي والدنيا حلوه، بدل ما تقولي تعالي نتغدى بره. طب يلا. يلا ايه؟ مش هخرج معاك وانت مكشر كده ووشك مقلوب. بقول لك ايه، انا قررت ان انا اريح دماغي وانسى كل حاجه. بجد يا ريتال؟ اه طبعا، بعد اللي حصل لعمتي فوزيه انا ما عنديش استعداد ان اشغل بالي باي حاجه غير ان انا ابقى سعيده وبس. كل اللي يهمني يا حسن ان ابني يجي مبسوط ويلاقي اب وام بيحبوا بعض بجد، وحياته تبقى احسن من حياتنا. هو ده اللي انا عايزه. تفكها بقى. شهد جدا. ايه يا بنتي؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ مش كنتي تقولي ان انتي جاية؟ حبيت اعملها لك مفاجأة. مفاجأة بايخة وزي الزفت. انا نازل. انت ما كانش ليك ان انت تدخل هنا اصلا. انت واحدة جليلة الذوق. اتعلمت قلة الذوق منكم. طب خدي بالك عشان كلمة زيادة. كلمة زيادة وهتعمل ايه؟ انت ناسي ان انت في بيتي في شقتي؟ يعني عشان تدخل هنا لازم تاخد الاذن مني انا؟ في ايه مالك؟ الشقه دي بتاعتنا كلنا. لا يا حبيبتي، انا غيرت عقد الشقه وبقى باسمي. بقى باسم مين؟ وايه المقابله الزفت اللي انت مقابلنا بيها دي؟ بيننا وبينهم محاكم وقضايا، ازاي نقعد معاهم في بيت واحد؟ احنا بنهرج ولا ايه؟ يعني مصممه؟ اه، واكتر من الاول كمان. ده انا حتى مستنيه اليوم اللي هيجي ابوك يقف فيه قدامي في المحكمه. انا هفرجك كيف تيجي في قدام ابوي. حسن انت ضربتني. يا حسن يا حسن لا يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن وحياة امك لربيك يا ابن جبرية. انا اللي هربيكي من اول وجديد. عايزه اعمل محضر سب وقصف واحداث اصابه نتيجه الضرب يا فندم. حاضر، هكلمك احمد بيه في النبطشيه هعمل لك لازم. ايه يا احمد بيه؟ ناكله ايه؟ ماليش نفسي طول ما انت مكشر كده. وبعدين انت بنفسك اللي قلت ان شهد مش هتقبل بوجودنا معاه. انها ترفض حاجه وانها تبقى جليله الذوق حاجه تانيه. يا سيدي انا معاك وعارفه ان هي غلطانه وانت كان عندك حق في كل اللي انت قلته وعملته، بس انا زهقت بقى. يعني مش هنفضل عايشين طول عمرنا في المشاكل دي عمالين نجري ورا بعض، كل واحد فينا عايز يثبت للتاني ان هو احسن منه، كل واحد فينا عايز ياخد اللي في ايد التاني، ونسينا خالص ان احنا عيله واحده. مش مصدقني مش كده؟ انت ليه غيرت رايك بسرعه قوي كده؟ يعني ايه غيرت رايك؟ غيرت رايك في اننا ننزل مصر ونبعد عن البيت الكبير. انت شايف ايه؟ انا بسألك. هتصدقني؟ اه هصدقك، ومش هفكر ثانية واحدة انك كدابة او انك بتلف وتدور عليا. عارفة ليه؟ ليه يا ابن عمي؟ لان لو طلع كلامك كذب انا مش هسامحك، حد النفس الحج ان اعمل معاكي اي حاجه بعد كده. ياه، هو انت شايفني وحشه قوي كده؟ مش انت لوحدك اللي عفشه يا ريتال، انا كمان كنت زي الزفت. ريتال، عشان خاطري وعشان خاطر ابني من اللي جاي، خلينا ننسى كل اللي فات واي حاجه حصلت. خلينا اطمنك يا ريتال. انت عايز نعمل ايه بقى بعد كل اللي انت قلته ده؟ عايز نبقى سعيده ومبسوطه واقول لك خاطر؟ فهمت. فهمت ايه؟ فهمني، انا كمان عايز افهم. فهمت انك مش هتقدر تخرجي من جواكي ولا تنسي اللي حصل. وليه ما تقولش ان انت اللي مش هتنسى اللي حصل؟ انا هسالك سؤال وترد عليا وبسرعه.
اسأل يا مرتي وبنت عمي. بتحبني؟ سكت لي. مرة قلت لك إن أنا وأنت شبه بعض، إن أنا وأنت بنحب الدنيا، فاكرة؟ آه فاكرة. كنت فاكر إن أنا وأنت هنعيش في دنيا لوحدنا، كنت فاكر إننا هنتجنن سوا، هنسافر، هنلف في الدنيا، كنت فاكر إننا حتى هننسى أصحابنا. عمرنا اللي فات كنت فاكر إني لو اتجوزتك هتنج النجلة تانية، وإني اتجوزت حورية من الجنة. ولقيتني إيه؟ لقيت مشاكل في كل حتة حوالينا، ولقيتنا أنا وإنتي مغروزين في مشاكل وهم ملناش دخل فيها. والعمل؟ رتال، أنا وإنتي غير كل اللي حوالينا. أنا حسن اللي عايز يعيش عمره سعيد، عايز يجرب كل حاجة في الدنيا معاكي. لو عايزة تبقي معايا أنا حبي مفتوح لك. عشان نبتدي من الأول لازم الزمن يرجع من الأول تاني، لازم كل حاجة حصلت تطلع من دماغهم. انت فكرك بشارة كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد اللي هو عايزه، مش هتشوفه تاني. لحد شوية كنت بقول العيال هي اللي وحشة، هي اللي جامدة، هي اللي مش فاهمة أي حاجة. الهم اللي عندي بقى كبير، كبير قوي. حتى لو كل واحد خد اللي هو عايزه، اللي جواه مش هيتشاف، مش هيتنسي. بتبكي يا عبد الحكيم؟ أول مرة أشوف دموعك تنزل بالشكل ده. يا سحاج ما تسألنيش، ما تسألنيش عن حاجة، فاهم؟